الحضور العسكري الفاعل للميليشيات الإيرانية في سوريا يشكل أمرا واقعا بات يستحيل تجاوزه حتى على النظام السوري. فالمسلحون المنضوون تحت أجنحة إيران في ميليشيات متعددة لبنانية وعراقية وأفغانية وباكستانية تحتفظ بالمناطق التي تسيطر عليها ولا تسلمها للنظام. هذه التطورات في الساحة السورية تشكل أحد أكبر كوابيس إسرائيل التي تكرر في كل مناسبة أنها لن تسمح بوجود عسكري إيراني في سوريا. فإسرائيل تقدر عدد مسلحي الميليشيات التابعة لإيران ب80,000 عنصر يتم تدريبهم على بعد كيلومترات قليلة من دمشق وبإشراف الحرس الثوري. سوريا هي واحدة من دول المنطقة التي تتكاثر فيها الميليشيات الإيرانية خدمة لأجندة طهران في المنطقة. بدأ توافد الميليشيات الموالية لإيران إلى سوريا عام 2012 لدعم نظام بشار الأسد. قدر عدد عناصرها حينها بنحو 20,000 فرد، لكن عددهم تضاعف عدة مرات. تقول إسرائيل إن عددهم اليوم بات يقدر ب80,000 عنصر. وأنشأت إيران مركزا لتدريب وتجنيد عناصر تلك الميليشيات للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة. ويقع المركز على بعد بضع كيلومترات من العاصمة دمشق حسب الرواية الإسرائيلية. وقد تزايد عدد أفراد تلك الميليشيات خاصة بين عامي 2013 و2015، وهم من جنسيات عدة ينضوون تحت جماعات بأسماء مختلفة. هناك لواء فاطميون وهي ميليشيات أفغانية، ولواء الزينبيون وهي ميليشيات باكستانية، بالإضافة إلى ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات أبو فضل العباس العراقية. يتصدر حزب الله اللبناني تلك الميليشيات من حيث عدد المسلحين. يقدر عدد أفراده في سوريا بين 5,000 و8,000 عنصر. قتل منهم حسب بعض التقديرات أكثر من 1,200 بعد 6 سنوات من القتال. ويشرف الحرس الثوري الإيراني على كل تلك الميليشيات تدريبا وتسليحا. وبحلول عام 2015 وصل عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين يشرفون على تدريب عناصر الميليشيات إلى 500 فرد. تقول بعض التقارير إن ما يقرب من 700 مسلح إيراني قتلوا في سوريا بحلول مايو 2016. خطورة تلك الميليشيات الإيرانية تتمثل في احتفاظ مسلحيها بالمساحات والأراضي التي يسيطرون عليها، وهذا يبرز مخطط إيران في المنطقة الرامي إلى توسيع نفوذها العسكري في المنطقة من خلال تأمين ممر يمتد من طهران مرورا ببغداد ودمشق وصولا إلى بيروت. وهذا السيناريو مقلق لإسرائيل التي لا تقبل أي وجود عسكري إيراني على حدودها. المزيد الآن عن هذه الميليشيات المدعومة إيرانيا على الساحة السورية معك يوسف. إذا نتحدث عن آلاف من هذه العناصر تنتمي إلى ميليشيات مختلفة كلها مدعومة وموالية لإيران. صحيح مهند، يعني إسرائيل تتحدث عن 80,000، قد يكون الرقم مبالغا فيه. الأرقام التي كانت تأتي من المعارضة السورية حتى 2015 كانت تتحدث عن 30,000 25,000، أعدادهم ربما تناقصت في الفترة الأخيرة بسبب المعارك، لكن المهم أنهم يحافظون على قوة وعلى قيادة وعلى الأماكن التي يسيطرون عليها. هذا لا يهدد فقط إسرائيل، يهدد بشار الأسد نفسه. يعني طالما أنت عندك يعني حزب الله يمكن أن يتفاهم معه، لكن من صدرهم الآن كيف سيتفاهم معهم هنا من دون أن يكون هناك وسيط إيراني قوي هنا؟ نتحدث مثلا عن فاطميون. فاطميون مقاتلون شيعة من أفغانستان، هؤلاء تأتي بهم إيران، خصوصا معظمهم لاجئين في إيران، ثم يقبض كل واحد منهم $500 مقابل الذهاب للقتال طبعا في سوريا، وربما يعني يكون هناك ابتزاز لهذه العائلة بأن يذهب الطفل للقتال أو الشاب للقتال مقابل أن تكون يسمح لأهله بالإقامة في إيران كلاجئين. وإلا آلاف منهم أصبحوا في تركيا، شاهدنا في تقرير لمراسلنا من تركيا آلاف الأفغان الآن يطردون من إيران إلى تركيا. غير الفاطميون لدينا زينبيون مقاتلون شيعة، هذه المرة من باكستان، الرقم أقل 3,000 تقريبا، لأنه
من باكستان الوضع مختلف، لكن في باكستان تستغل إيران هناك وضع الأقلية الشيعية مقارنة بالغالبية السنية هناك وتأتي بهم للقتال في سوريا. الإضافة إلى العنصر الأقوى والأشهر حزب الله اللبناني. الأرقام طبعا متفاوتة، لكن هناك من يتحدث عن 15,000 وربما 20,000 مهند، حتى 25,000. يعني حزب الله لديه أعداد كبيرة في سوريا هنا، يشكل عصب أساسي في القتال هنا. آخر شيء سنتحدث عنهم أيضا أبو الفضل العباس، مقاتلون شيعة من العراق. هؤلاء أيضا حوالي 5,000 يقاتلون مع الجيش السوري وفي أماكن متفرقة، لكن على الأغلب دائما في محيط دمشق، في محيط دمشق ويكونون هنا. لاحظ معي مهند تحدث عن يعني أفغان، باكستان، عراقيين. إيران تقاتل في سوريا حتى آخر سوري أو أفغاني أو باكستاني، لكن هي يعني تتحكم فيهم من خلال موضوع المذهب مع الأسف، تستغل الدين في هذا الإطار وهم يتبعون لها بشكل مباشر. ونحن هنا نتحدث يوسف عن وجود إيراني طويل الأمد في مناطق مباشرة محيطة بالعاصمة، في المطار، في ضواحي دمشق، وهذا يعني يشكل قلق كبير بالنسبة لإسرائيل. ولكن السؤال هو ما الذي ستفعل إسرائيل في مواجهة هذا الوضع؟ هذا هو خصوصا وأن الجيش السوري قد يتجه إلى الجنوب مستقبلا، إلى درعا وتلك المناطق التي تهم إسرائيل أكثر. صحيح. دعنا نسأل ضيفنا عن بعض هذه القضايا. معنا الآن من القاهرة رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الدكتور محمد عباس ناجي. دكتور ناجي مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. أنا أتحدث عن هذه الميليشيات الموالية لإيران المدعومة إيرانيا، ميليشيات شيعية في معظمها يعني بشكل عام. أولا، هل الخطورة فقط مشكلة هنا على إسرائيل، أم أنه كما أشار يوسف قبل قليل يعني هذه الميليشيات تسيطر على مناطق والنظام ليس له أي كلمة فيها على ما يبدو؟ أهلا وسهلا بك أستاذ مهند وأستاذ يوسف. بالطبع أنا أتفق مع الأستاذ يوسف فيما أشار إليه بأن الخطورة لا تكمن فقط على إسرائيل، بالطبع هي أيضا تطول النظام السوري، لأن بالفعل هذه الميليشيات عندما تسيطر على أي منطقة لا تخرج منها وبالتالي لا تسلمها للنظام. وإذا أخذنا في اعتبارنا أن إيران تقوم أو تعمل على سياسة تهجير القسري، فإننا نشير هنا لأن إيران تحاول تعزيز نفوذها على الأرض بالتوازي مع محاولاتها أو جهودها الحثيثة لشراء عقارات وأندية وشركات ومناطق سكنية وغيرها. كل ذلك يتيح القول في النهاية بأن إيران تريد تحويل سوريا إلى إيران جديدة. ولو لاحظنا سنجد حتى قائد فيلق القدس في فترة سابقة كان يتحدث عن أننا نقيم إيرانات جديدة في المنطقة سواء قبل العالم أو رفض. هذا معناه أن إيران لن تسلم هذه الأراضي إلى النظام السوري، وأنها في لحظة معينة من الممكن أن تمثل خطورة على هذا النظام. في اعتقادي إيران لا ترى فقط أن الهدف ينحصر في تهديد إسرائيل أو الضغط على نظام الأسد، أيضا هذا يرتبط بشكوكها الموجودة العميقة من روسيا، لأن رغم التعاون الموجود الظاهر بين الطرفين أعتقد أن هناك شكوك من جانب إيران في على المدى الطويل في مدى إمكانية التعويل أو الرهان على روسيا كظهير دولي لها وللنظام السوري في مرحلة. طيب فيما يتعلق ما يهم إسرائيل هنا، يعني نعرف أنه إيران تريد فتح كوريدور بري من إيران عبر العراق عبر سوريا إلى جنوب سوريا على الحدود أيضا الإسرائيلية، وعلى أيضا من حما وحمص إلى لبنان. هنا تبدو إسرائيل مهتمة بدرعا أكثر في الجنوب أكثر من الكوريدور إلى لبنان. إلى أي مدى ممكن أن تصر إيران على يعني أن يصل هذا الكوريدور فعلا إلى درعا وإلى تلك المناطق؟ يا بالفعل تصر على ذلك. ولو لاحظنا إيران تحاول دائما استثمار أي أزمة تواجهها أو أي خطر تحويله إلى فرصة. إيران حولت ما يحدث في سوريا إلى فرصة لها من أجل تكريس نفوذها ليس فقط داخل سوريا لكن أيضا بالقرب من حدود مع إسرائيل. ولو لاحظنا سنجد أن بعض قادة الميليشيات الموالية لها زاروا الحدود الجنوبية مع إسرائيل ووجهوا تهديدات مباشرة إلى إسرائيل بأنهم من الممكن أن تكون هذه الميليشيات بعد ذلك طرف
في أي مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل. بالتالي إيران تصر، إيران أنا في اعتقادي إسرائيل ارتكبت خطأ كبير. إسرائيل الآن تقول أنها تعمل على منع إيران، إيران بالفعل موجودة على الأرض وإيران انتشرت بشكل كبير، حتى حزب الله نفسه الذي كان يستقبل الأسلحة عبر الحدود بين سوريا ولبنان أصبح يستقبلها داخل سوريا وبكل أريحية. كل ذلك يتيح أن الوقت فات على إسرائيل لكي تمنع إيران من أن تكرس نفوذها على الأرض. إيران لديها قواعد عسكرية في التيفور، في التيفور، في الشعيرات، في جنوب، في مطار دمشق، في جنوب دمشق، في الغوطة الشرقية، في مناطق كثيرة. حتى أمريكا نفسها لم تستطع منع إيران من تكريس نفوذها، وبالطبع الآن أمريكا تفكر في الانسحاب من سوريا. كل ذلك لا أعتقد أنه يمثل أخبارا سارة لإسرائيل، لأن إسرائيل تركت الأمور بشكل كبير وسمحت لإيران بشكل كبير من التمدد داخل سوريا، والآن تقوم أو تقول أو تدعي أنها ستعمل على منع إيران. أعتقد أن ذلك لا أعتقد أنه يعني تحدي بسيط بالنسبة لإسرائيل، أعتقد أنه يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لتل أبيب، لا أعتقد أنها ستستطيع حلها بسهولة. طيب دكتور ناجي، كان هناك يعني تصريحات لروبرت فورد السفير الأمريكي السابق في سوريا والدبلوماسي الأمريكي، يعني يقول فيها أن الحرب بين إسرائيل وإيران في سوريا باتت أمرا لا مفر منه. هل هذا برأيك يعني تحليل منطقي؟ هل إيران بالفعل في وارد مواجهة مع 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 إسرائيل في هذه المرحلة، أم أن إيران يعني تحاول بشتى السبل تفادي مثل هذا السيناريو؟ إيران طبعا تتفادى أي مواجهة مباشرة، لكن بالطبع تنغمس أو تنخرط في مواجهات بالوكالة، وهذه سياسة تتفنن إيران فيها منذ فترة طويلة. وإلا لماذا أنفقت أو استثمرت إيران كل هذه الأموال في تشكيل هذه الميليشيات؟ هذه الميليشيات الموجودة على الأرض وهي كبيرة ومتعددة وربما تتجاوز أكثر من 50 فصيل عسكري داخل سوريا، ليس الهدف منها فقط هو حماية النظام السوري، الهدف هو حماية أهداف أو مصالح إيران بالتحديد. وهنا المصالح قد تكون مع إسرائيل. هذه الميليشيات قد تتحول في لحظة معينة إلى مصدر تهديد إلى إسرائيل أو طرف معني بالمواجهة مع إسرائيل نيابة عن إيران. اسمح لي يعني نعم. موضوع الميليشيات التي تهدد إسرائيل وهذا التهديد الإيراني لإسرائيل سمعناه كثيرا، يعني أي حزب الله موجود على الحدود مع إسرائيل، ويعني العلاقة من 2006 حتى الآن يعني هادئة رغم كل ما يحدث في سوريا. إيران ما الذي تريده؟ يعني هل هي فعلا في وارد أن تهاجم إسرائيل؟ يعني هل في يعني وإملا لماذا كل هذا التغول؟ أم أنها حجة من أجل السيطرة على أراضي عربية؟ لأنه يعني هل هناك فعلا خطة إيرانية لإيصال أسلحة إلى داخل إسرائيل وتهديد أمن إسرائيل بهذا الشكل؟ كل شيء وارد، لكن أعتقد أن الاحتمال الوحيد لأن تقوم إيران بمواجهة إسرائيل أو مهاجمتها هو أن تتعرض إيران نفسها إلى هجوم. يعني بمعنى أن إيران لن تدخل في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو مع طبعا الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية داخل إيران نفسها. لكن في غير ذلك أعتقد إيران ستعتمد على وكلاءها في المنطقة، سواء حزب الله أو هذه الميليشيات أو غيرها، وهذا ما تثبته المواجهات السابقة. حزب الله كان يقوم بالنيابة عن إيران بمواجهة إسرائيل، أعتقد أن ذلك احتمال قوي من الممكن أن يحدث مرة أخرى، وبالتالي ستبقى الحرب بين إسرائيل وإيران في إطار المواجهة غير المباشرة بين الطرفين، طالما أن إسرائيل لم تهاجم إيران أو منشآت إيران النووية أو مصالح إيرانية داخل إيران نفسها. في غير ذلك أعتقد المواجهة ستكون غير مباشرة عبر هذه الميليشيات التي أصبحت ميليشيات أنا أسميها ميليشيات جوالة، تقول في أي منطقة طالما أن هناك مصالح لإيران تدافع عنها في كل الأحوال. في المقابل دكتور ناجي، هل إسرائيل أصلا بصدد أيضا مواجهة مع إيران والميليشيات المتحالفة معها موجودة في سوريا اليوم؟ يعني كان هناك ضربة كما نذكر قبل بعض الوقت على قاعدة التي فور، ذهب ضحيتها 7 من الإيرانيين، إيران توعدت بالرد، ولكن أيضا هناك من يرى أن إسرائيل أيضا ليست بوارد الدخول في مواجهة كاملة، مواجهة مباشرة مع إيران، قد تكتفي بمثل هذه الضربات، ضربة هنا ضربة هناك، قاعدة أو شيء من هذا القبيل. هل إسرائيل أيضا تحاول بكل الأشكال تفادي مثل هذا السيناريو، سيناريو المواجهة المباشرة؟
بالطبع أنا أتفق معك في هذا الاحتمال. يعني كل ما تفعله إسرائيل يعني سواء ضربات خاطفة أو حتى تهديد باغتيال الأسد في حالة ما إذا تحركت هذه الميليشيات وغيرها، أعتقد أنها محاولة للضغط على الأطراف المنخرطة أو المعنية بالصراع السوري من أجل أن توقف عجلة أو تقدم الإيران على الأرض داخل سوريا، سواء روسيا أو الولايات المتحدة أو غيرها، كل هذه الأطراف معنية بعدم نشوب حرب بين إيران وإسرائيل داخل سوريا. لا أعتقد أن إسرائيل تريد أن تكون هناك مواجهة مباشرة بينها وبين إيران، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرف مباشر في هذه المواجهة. لا أستطيع القول بأن إسرائيل قد تدخل في مواجهة مباشرة مع إيران، سواء بسبب وجودها في سوريا أو بسبب الاتفاق النووي، في حالة ما إذا رفضت الولايات المتحدة الدخول في هذه المواجهة. طيب، ستكون هناك مشكلة بالنسبة لإسرائيل بالفعل في هذا الاحتمال. أين موسكو من هذا، يعني هذه الساحة وهذه المعادلات؟ هناك علاقات قوية بين موسكو وإسرائيل، تل أبيب، هناك علاقات أيضا قوية بين موسكو وطهران. هل تعول فعلا طهران على موسكو بأن تكون حليف ولكن منصف يقف على الحياد بينها وبين إسرائيل، أم أنه قلقة من علاقات موسكو المتنامية مع إسرائيل؟ بالطبع قلقة جدا، وأنا قلت في البداية أن إيران رغم أنها تعول على دور روسيا بشكل كبير داخل سوريا، هناك شكوك عميقة داخل إيران من التعويل أو الرهان على روسيا على المدى الطويل. وهذه يعني ربما مسألة ترتبط بحساسيات تاريخية. الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا كانت مصدر رئيسيا لتهديد أمن إيران في مراحل معينة، ودخلت في حروب مع إيران كثيرة في فترات مختلفة، وبالتالي لا يمكن لإيران أبدا أن تعول بشكل كامل على روسيا في هذا السياق. لذلك ربما يكون ذلك أحد أسباب حرص إيران على دعم نفوذها على الأرض داخل سوريا. بالطبع تفاهمات روسيا مع إسرائيل تمثل إزعاج لإيران، وما حدث مثلا في الضربات الغربية الأخيرة عندما تم أخذ طبعا أو التفاهم مع روسيا في هذا السياق، وروسيا لم تستخدم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، كل ذلك طبعا لم يكن مصدر ارتياح بالنسبة لإيران. لذلك إيران تحتفظ بمسافة بين كل الأطراف داخل سوريا، خصوصا حتى روسيا، لأنها تدرك أن لروسيا مصالح قد لا تتوافق بالطبع مع نفوذها على الأرض داخل سوريا في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية، كان معنا من القاهرة. أشرت إلى روسيا قبل قليل يوسف، هناك الآن حديث حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن هناك وساطة روسية على ما يبدو بين إسرائيل وإيران يعني تهدئة هذه التوترات، وهناك حديث عن لقاءات تجري في سوتشي بين الطرفين عبر الوسيط الروسي. طبعا روسيا تريد هذا النوع من الوساطة، لكن إلى أي درجة ستنجح لا نعرف. إسرائيل فعلا تركت الأمر في سوريا من أجل أن تهدم ربما سوريا، والإيرانيين يعني استفحلوا هناك، وبالتالي وضع يعني الحديث عن مواجهات وما غير هذا من مواجهات التهديدات الإسرائيلية هذه والتهديدات الإيرانية، بالتأكيد هي في غالبها يعني جوفاء بالنسبة لي، لكن في هناك وساطات روسية وحتى ربما دول أخرى. أيضا أشرت إلى الجبهة الجنوبية، إسرائيل على فكرة حاولت أن تكون جزء من منطقة خفض التصعيد التي جرت بالاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، ولكن على ما يبدو لم يكن هناك إجماع على هذه المسألة، ولكن أعطيت ضمانات على ما يبدو إسرائيل بأن تبقى هذه الميليشيات على مسافة محدودة فعلا. تبحث عن وسيط إسرائيل من أجل يعني تحسين وضعها، ربما عليها أن تجرب هي الأخرى أن تدفع 50 مليون لقاسم سليماني، قد يرتب لها وساطة جيدة. شكرا جزيلا لك يوسف، ونتابع معا بعد قليل في غرفة الأخبار. كوريا الشمالية وتفاؤل ترامب الحذر.